كشف المفتري عبد الحميد النجدي في هذه المسألة. ولذلك يقول يجب أن يكون الإمام أفضل الأمة وأشجع من في الأمة. هو كما قالوا أشجع من في الأمة. هذه الرواية الآن في بحار الأنوار الجزء 39 صفحة 90 روى المجلسي المجلسي باقر العلوم الأئمة عندهم باقر العلوم الأئمة عندهم اللي موجود في التلمسان مش عارف أول مرة يتابع الحلقة. نعم باقر العلوم الأئمة عندهم. طيب هو ذكر علماء كثير ما سألته أنا اللي سأله اللي صار طيب ماشي لأنه هو ذكر بس هذا يذهب من وقتي يعطيك الوقت أكثر. أوكي. طيب روى المجلسي في بحاره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي الصفحة العفو قلتها 99 المجلد 39 قال أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها. أعطي علي ثلاثة ولم أشاركه فيها. فقيل يا رسول الله وما الثلاثة التي شاركك فيها؟ قال لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمهما. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي شجاعة ولم أعطى مثلها. كمل الحديث يكفي خلص ايش تريد كمله انت في وقتك. لا كمله انت انتهى الحديث يعني اعطي شجاعة مالك شغل مالك شغل مالك شغل ما اكمل وعيد من اول يسكت ما قاطعته. هل انت الذي ذكرت احاديث صحيحة كلها؟ نعم كلها اغلب الاحاديث اللي ذكرتها اغلب لا أبداً. تقاطع ابدا دكتور هذا لا دكتور كنت لا تقاطع لا العفو لا تقاطع احسب الوقت دكتور احسب الوقت دقيقه ترى. واما الثلاث التي اعطي علي ولم اشاركه فيها فانه اعطي شجاعه ولم اعط مثلها، واعطي فاطمه زوجه ولم اعط مثلها، واعطي الحسن والحسين ولم اعط مثلهما. إذن الشجاعة لعلي مقدمة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن النبي. دكتور ما تستطيع تسكت؟ تفضل. ما فيش مخاطرة. طيب. كذلك تفسيره لهذه الآية. ومثال واحد أأتي لكم به على كذب الخميس والدعاءات التي يضلل بها الناس. عثمان الخميس ادعى ليلة أمس وأمامكم وأمام الجميع أن الشجاعة يتميز بها الإمام علي عن الرسول صلى الله عليه وآله، وأورد حديثا نقله من البحار الجزء 39 الصفحة 90. ولو راجعنا تلك الرواية رواية البحار وها هي أمامكم، هذا أتحدى أي واحد يأتيني هذه الرواية، أتحدى أي واحد، هذا هو البحار، أي واحد يأتيني ب كلمة شجاعة في كل الحديث أقرأ لكم الحديث نصا. هذا الكتاب أيضا، هذا كتاب البحار. شوف الأستاذ يقول في البحار عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنك أعطيت ثلاثا لم أعطها، قلت فداك أبي وأمي وما أعطيت، قال أعطيت صهرا مثلي، وأعطيت مثل زوجتك، وأعطيت مثل ولديك الحسن والحسين. والحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي إنك أعطيت ثلاثة لم أعطى، قلت يا رسول الله ما أعطيت، فقال أعطيت صهرا مثلي ولم أعطى، وأعطيت زوجتك فاطمة ولم أعطى، وأعطيت الحسن والحسين. الحديث الذي استدل به الآن أقرأه نصا وأبين لكم تدليسه وكذبه، هذه الأحاديث كلها تثبت نفس القضية. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثا ولم أشاركه فيها، فقيل له يا رسول الله وما هذه الثلاث التي شاركك فيها علي عليه السلام؟ قال لي لواء الحمد وعلي حامله، باعتبار علي حامل لواء الرسول في الدنيا والآخرة، والكوثر لي وعلي ساقيه، ولي الجنة والنار وعلي قسيمها. ما الدليل على أن علي قسيم الجنة والنار؟ قسيمهما. لأن هنا قسيمهما عفوا. ما الدليل؟ لأن هناك في صحيح مسلم إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالذي يحب علي هذا معنى ذلك هو من أصحاب اليمين إن أدى الواجبات الأخرى.
والذي يبغض علي فلو جاء بحسنات ملء السماوات والأرض لا تقبل منه لأنه منافق، يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا معنى التقسيم، فحب علي قسيم الجنة والنار. وأما الثلاث التي أعطيها علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي ابن عم مثلي، وليس هاي الكذب فيها الخميس، هذا تكذيبه وتدليسه، وقال شجاعة كذب يفتري على رسول الله، كيف نصدق بإنسان يفتري على رسول الله وهذا كتاب البحار وهذه أيضا إنا لله وإنا، وهكذا هم دائما يكذبون ويكذبون ويضللون الناس. فانتبهوا أيها الأخوة إلى هؤلاء وإلى تدليساتهم وكذبهم، انتبهوا دائما. هذا مثال، هذا غيظ من فيض. سمعنا في تلك الليلة وأنا واحد من الناس الذين كنت يستمعون إلى الشيخ عثمان الخميس يقرأ علينا أبيات من الشعر مفادها بأن الكذاب أنجس من جيفة النتنة، ووفقناه على ذلك وكان يقصدنا بالطبع. وجاء في معرض كلامي في أحد الليالي نقل حديثا، ولما استغربت أنا في نفسي وأوجست خيفة أن يكون هذا الحديث بالفعل، لأني ما سمعت به في حياتي أن الشيعة أينما زرت أينما حللت أينما ارتحلت وكتبهم طافحة بأن الإمام علي سلام الله عليه يقول إذا حمي وطيس المعركة احتمينا بظهر رسول الله، وإذا بي أسمع هنا بأن علي أشجع من نبي محمد. وين طلبناه مصدر؟ فقال مصدره الكافي جزء كذا صفحة كذا البحار، البحار المجلسي، نعم استغفر الله، المجلسي في البحار. وسكتنا لأننا لم نرجع إلى الكتاب، ولكن المشاهدون مساكين قد يقولون أه أشوف الشيعة كم هم مغالون. ولما رجعنا إلى المصادر وجدنا أن هذا كذب، ولما احتجزنا عليه فنصل من الحكاية بكلمة قال هذا نقلته من كتاب أحسان إلهي ظهير. فأنا أقول لك يا شيخ إذا كنت تعلم بأن أحسان إلهي ظهير كذاب فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، لأنك لا يمكن أن تدعي العلم والبحث والتنقيب وترد على العلماء ما قلت نقلت في الأول من كتاب أحسان إلهي ظهير. وعلم ما أنا احتجت عليك من الليلة الأولى أنك تنقل من أحسان إلهي ظهير، قلت لا أحسان إلهي ظهير عندي من الثقات. إذن فثبت بالمكشوف أمام المشاهدين بأنك أنت وكشفت عورة أحسان إلهي ظهير بأنه أيضا كذاب، وكذلك شفت عورة ابن تيمية شيخ الكذابين وهكذا، وابن جبهان، وكل هذه النماذج التي تتبع هذا الطريق الذي يسمى مذهب الوهابية، الذين هم في الحقيقة متعصبون ثم هم نواصب. يقول أوجست خيفة من صحة هذا الحديث الذي ذكرته أنا عن شجاعة علي رضي الله عنه في كتبهم وأنه أشجع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قلت وأعيد وأكرر كلامي مرة ثانية، وهو أن الشيعة يعبثون في كتبهم، والله الذي لا إله إلا هو إن إحسان إلهي ظهير أصدق عندي منهم، وهو إن قال هذا عنهم فهو قد رآه، وهم يعبثون في كتبهم، وقد ذكرت لكم أمثلة من ذلك. وقريب من ذلك ما رواه الصدوق من رواية القرآن الكريم أنه يقول يوم القيامة مزقوني حرقوني، ورواها المجلس في البحار مزقوني حرفوني بالفاء وليس بالقاف. فقال النوري الطبرسي في الوسائل مستدرك الوسائل يقول وهذا يورث سوء الظن بالصدوق، وذلك أنهم يعبثون في الأحاديث ويعبثون في الكتب، وقد ذكرت أمثلة على تمثيلا لتمثيلية. والآن أرسل للشيعة الاثني عشرية هدية العيد مقدمة، وهي وإن كانت ليست مني مباشرة ولكن من محدثهم معالمهم نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذا الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري الجزء الأول. يقول روى الصدوق طاب ثراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا صفحة 16. يقول روى الصدوق طاب ثراه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها،
وأعطي علي ثلاثة ولم أشاركه فيها، فقيل يا رسول الله وما الثلاث التي شاركك فيها علي؟ قال اللواء الحمد وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمهما. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها فاطمة، فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثلها. هذه الأنوار النعمانية. لما قلنا إنهم يحرفون الكتب ويغيرون الكلام ما افترنا عليهم بذلك أبدا. أنا قلت صفحة 16 الجزء الأول، قلت كذلك عن ولادة علي رضي الله عنه.